السلام عليكم، أخوكم بالله كامل كحيل من قطاع غزة. الحمد لله أنا طلعت من بداية الحرب، والحمد لله على كل حال يا رب. أنا الحمد لله فقدت أبويا أغلى إشي في الدنيا، استشهد الحمد لله، وأنا بحمد الله إنه ربنا أعطاني الحج عشان أدعي له وأدعي كل الشهداء في قطاع غزة. اللهم هيك يا رب رجعنا سالمين غانمين ونشوف أهلنا على خير إن شاء الله في غزة. وأنا بشكر كثير الشكر لأهل السعودية وعلى الاستقبال اللي استقبلوا لنا إياه. الله هيك ان شاء الله كله بميزان حسناتهم، يعني استقبال انا ما كنتش اتوقع انهم هيك استقبلونا واحترمونا وريحونا كثير، ويعني الحمد لله يعني ما كنتش اتوقع في هيك رحله تكون، والحمد لله ربنا كرمني، الله يكرم كل واحد نفسه فيها يا رب. وكثير الشكر خاتم حرمين الشريفين في طلوعه في الحج، انا اسمي كامل كحيل، انا بشكر كثير ويخلف ميت عليه ان شاء الله بميزان حسناته يا رب. الله يخلينا يا رب ويحفظه يا دولته يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله.